أولى فقراتنا لليوم يا نور رح نروح فيها ونتعرف عن أبرز أسباب آلام المعدة. كثير مننا بيعاني من آلام فظيعة بالمعدة، يمكن بتخليه يتكركب من ناحية الأكل ومن الناحية النفسية أيضا. كثير ناس بيقولوا لا هذا ألم قرحة، وكثير ناس بيقولوا لا هي تشنجات نفسية. رح نحكي أكثر عن آلام المعدة ونخصص كل ألم شو اسمه وشو نوعه وإمتى نتجه عند الطبيب، مع الدكتور فهمي المبيض، الدكتور أخصائي هضمية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. صباح، يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء، يمكن من أشهر وأكثر الآلام هلأ بنسمعها والأمراض المعدة، يعني بتلاقي ستريس، مشاكل بالأكل، أي حدا بتلاقي معدتي عم توجعني، انضربت معدتي، ويمكن هي العضو الحساس اللي ممكن أساساً يأثر على الجسم كله. بالبداية خلينا نحكي أسباب آلام المعدة، أكيد كثيرة بس خلينا نصنفها. هلأ الشيء اللي بنقال عليه معدة هو بيكون يعني الجزء العلوي من البطن، فهذا رأس البطن فينا نقول. ايه هيك مشان هلا الناس بيقولوا، يعني اغلب الناس بتعبر انه هذا عندي انا وجع بالمعده، بس هو الحقيقه مو بالضروره يكون هو بالمعده. صحيح. ممكن يكون بالبنكرياس، ممكن يكون بالمراره، ممكن يكون بالكولون اللي المعترض اسمه. فهدول يعني اسباب الشائعه، اكثر ثلاث اسباب شائعه. وفي عندنا مرض اسمه عسره الهضم اللي هو حاله نفسيه، فبصير انزعاج بالمنطقه هي العلويه من البطن، اقرب لانزعاج ما يكون منه وجع، وهذا اكثر الناس بيعانوا منه اكثر من الوجع الصريح. الوجع الصريح بيخليك تروح على الدكتور فورا، اما الانزعاج يلا شوي ثاني برتاح، باكل اكلي كذا، بخفف اكلي كذا، بتجنب البرد، بتجنب الزعل. فهذا عسره الهضم كمان من الاسباب الهامه. نعم. اذا بدنا بقى نفصل اكثر شوي، الاشيعشي هو التشنج المعدة والكولون سواء. يعني دائما الناس بيسألوا انه انا الوجع بمعدتي ليش عم تقولي عندك تشنج كولون؟ الحقيقة من خلال الفحص بتبين معنا انه في اجزاء اخرى من البطن كمان موجوعة. يعني نحن مع مشكلة عامة اكثر شوي من المعدة، فممكن يكون الكولون المعترض، واحيانا الكولون الاماكن اللي الكولون الايمن والايسر، وممكن تكون فعلا شغلة معدية. الفرق ما بين الكولون والمعدة انه الكولون بينزعج على الاكل، المعدة بتنزعج على الجوع بالعكس. يعني مريض المعدة لما ياكل بيرتاح، مريض الكولون لما ياكل بينزعج. هذا هلا على العموم، يعني بدنا نحكي شغلات اللي تفيد الناس فعلا، ما بدنا نفوت نتبحر نضبعون. اذا خلينا نحكي هلا على، اذا حبيتوا نركز اكثر، اذا كانت المشكلة بالمعدة اتفقنا اول شيء انه رح تكون على الجوع مو على. في حالات اذا ترافقت مشاكل المعده مع التهاب كمان حتى على الاكل ممكن ينزعج. فعمليا يعني التحديد القطعي بده يكون من خلال الاجراءات التشخيصيه. مفروغ منه كل واحد عنده الم بالبطن، سواء باعلى البطن اللي بنسميه معده او باي منطقه ثانيه، اقل شيء لازم يعمل ايكو بطن. اغلب الناس طبعا صارت تستوعب اهميه ايكو البطن، لانه ممكن يكشف لنا اذا كان في مراره، اذا في مشكله بالبنكرياس او غيره. وفي كمان التباس كثير كبير، انه كثير من المرضى بيشكوا من راس المعده اللي هو بالنص، بس هو بيطلع عندهم مراره. فهل المراره بتعمل وجع براس معده؟ نعم، بسبب وجود اعصاب مشتركه. فلذلك ما يعتمدوا، يعني كثير ناس بيقولوا لي طيب انا الوجع هون براس معدتي، طيب شو دخل المراره؟ طبعا ما في مانع انه نستقصي المعده بشكل جيد، نتاكد، لانه ممكن يكون عنده ما له معفي هو من المعده كمان، ممكن يكون عنده معده ومراره سواء. نعم. يعني عمليا اغلب مرضى المراره بحاجه لتنظير كمان. طب التشخيص الدقيق، لانه ممكن يكون معه بنفس الوقت مشكله اخرى، وشفناها كثير سابقا. يعني صار كثير معنا انه ناس عنده مراره فعلا، بس الوجع طلع من قرحه. ما طلع الوجع من المراره. طيب بهالحالة بفيدنا شيء؟ طبعا، لأنه ممكن المرارة كلها ما تنقام، مو كل مرارة لازم تنقام. الحصيات لما تكون صغيرة بالمرارة ما في داعي نشيلها. عفوا، لما تكون كبيرة بالعكس، عكس الكلية. لما تكون كبيرة بنتركها. بس إذا صغيرة ومتعددة. صغيرة بتخوف. إذا صغيرة ممكن تروح للقناة الصفراوية وتعملها مشكلة. طيب خلينا نقول هلا بالنسبة للوجع اللي براس المعدة نرجع، وخلينا نفترض إنه ركزنا أكثر على مشكلة المعدة.
بدقة لا يوجد طريقة قطعية إلا التنظير. كثير ناس ترفض التنظير. طيب شو أهمية التنظير؟ يعني إذا المريض أجل التنظير ممكن يكون في مشكلة؟ نعم، لأنه لو كان عنده قرحة ممكن تنزف، في قرحات بتنسقب وبتكون عملية إسعافية، بس عنده خطورة ممكن يكون في عضوفيات. طيب أشياء تانية، ممكن يكون عنده ورم. يعني بعد عمر معين بصير ضروري جدا التنظير، وشفنا كثير حالات حتى بعمر صغير. فاللي عنده ألم مزمن مستمر مضايقه الأفضل إنه يعمل تنظير ويطمئن. في عنا شيء اسمه جرثومة المعدة. جرثومة المعدة هي بتسبب قرحة وبتسبب آلام غامضة مو واضحة كثير، ما بيطلع فيه قرحة بس بيطلع فيه جرثومة موجودة. موجودة كثير الجرثومة عند الناس، وفي ناس ما بتعمل لهم أي وجع، وفي ناس بتعمل لهم قرحة أو التهاب معدة أو غيره. ووجدنا كثير ناس لما أخذ علاج الجرثومة ارتاح راحت الآلام من عنده. فإذا التنظير موضوع أساسي. في ناس كثير بتفكر إنه الدكتور بيساوي تنظير ليستفيد ماديا. في مشافي عامة كثير عندنا بالبلد الحمد لله، وكلهم بيقدموا خدمات رائعة جدا، وفي مشافي بأسعار رمزية، ممكن انه يلجأوا لهذيك المشافي، مو ضروري يروح على العيادات الخاصة. تماماً، يعني التنظير واستشارة الطبيب اهم شيء. دكتور خلينا نحكي بموضوع يمكن كثير عم نشوفه منتشر هلا في ظل انتشار وباء كورونا، كثير مننا عم ياخذ، يعني ما بدنا نستثني حالنا حتى، عم ناخذ فيتامينز بشكل عشوائي وخاصة الصبح وعلى الريق ايضا. عم نشوف عم يصير نزيف بالمعدة، المعدة عم تتأذى من الفيتامينات وخاصة السي. خلينا نشرح قديش مؤذية على الريق ان نحن ناخذ دواء، قد ايه مؤذيه على الريق انه نحن ناخذ فيتامينات، خاصه لانه عم نشوف كثير عم يصير مشاكل بالمعده. اول شيء بالنسبه لكورونا لم يثبت ابدا انه لا الفيتامينات ولا غيرها بتفيد بالعلاج، ولو كانت فعلا بتفيد بالعلاج كان نحد من كنا اعطينا الناس كلها وخلصنا القصه، ولا دورنا على لقاح ولا دورنا على وقايه ولا شيء. اذا ما بتفيد نهائيا. بس شو بصير احيانا في موضات ما بنقدر نوقف وشها، انه لازم اخذ زنك، لازم اخذ فيتامين سي كذا، خذ بس خليك خذها بعد الاكل ما في مشكله. يعني انا اذا اخذت فيتامين سي بعد الاكل اخذت فائدته ما في مشكله. على الريق لا تاخذوا شيء، يعني عدس سيتامول. قديش هو مؤذي للمعده على الريق؟ كثير الادويه هو وغيره، خذوا، خلينا ناخذهم كلهم، نعمل للناس قاعده عامه، خذوا بعد الاكل. هلا كل شيء مسموح عدس سيتامول، السيتامول هو الوحيد اللي ممكن ينعطى على معده فاضيه. ما في اي مشكله، فبناخذ ما بيأثر يعني. ولو انه بنرجع بنأكد انه ما بتفيد نهائيا، يعني اذا اجى الفيروس ولو كان فعلا بيفيد ما انصابت اوروبا وامريكا بهالاعداد الهائله جدا من الاصابات. مثل ما قلنا يمكن كثير هي آلام المعدة، والتشخيص بيختلف. يعني مثل ما قلت يمكن أحيانا نحن كمان ما بنعرف الألم وين مركزه فبيطلع معنا مشاكل أخرى. خلينا نحكي عن القرحة، بتختلف آلام القرحة، بتكون أشد، كيف بتكون بدايتها؟ لأنه نحن للأسف يمكن مجتمعاتنا ثقافة الدكتور هو آخر خيار، يعني دائما بتلاقي لحتى توصل لمرحلة من الألم منك قدران تستحملها بتروح على الدكتور، مع أنه لو رحنا ببداية الأمر كنا تفادينا كثير من المشاكل. بدي أضيف على كلامك كمان إضافة، إذا رحت على الدكتور وأخذت الراشيتا ورحت لعند الصيدلي والصيدلي غير شيء أو اقترح شيء آخر، قطعا الصيدلي هو الصح والدكتور لا. هي ثقافتنا، او المخبر او ابن الجيران او كذا. هلا نحن بالنسبه لموضوع القرحه، القرحه بتختلف اذا كانت بالمعده او كانت بالاثنى عشري. شو هذا الاثنى عشري؟ هذا العضو الهضمي اللي بعد المعده تماما. هذا في منطقه بهذا العضو اسمه البصله الاثنى عشريه بنوجد اكثر نسبه قرحات فيها. القرحات اللي بتنوجد بالبصله الاثنى عشريه هي قرحات سليمه مو خبيثة، أما قرحات المعدة فاحتمال الخبيثة تكون موجود. أسباب بالنسبة للقرحة إلى سببين فقط ما في غيرهم. إذا مو ورمية، هلا تبع المعدة ممكن تكون سرطانية. تبعات الاثنى عشري بتكون يا أما جرثومة الهيليكوبكتر بيلوري أو الحلزونيات البوابية اللي هي موجودة بالمعدة، يعني هي الجرثومة موجودة بالمعدة تحفر انتقلت وتطلع من قرنة ثانية اللي هي الاثنى عشري. لذلك من زمان ما كانت تكتشف، يعني كنا نفكر انه الشده النفسيه هي سبب القرحه، تبين انه الشده النفسيه ما لها علاقه بالموضوع كله. اذا جرثومه الهليكوبكتر بيلوري صار اغلب الناس هلا يعرفوها، وجودها لا يعني بالضروره القرحه بس ممكن تعمل قرحه، علاج الجرثومه شافي. 90% من القرحات
ناجم عن جرثومة الهليكوبكتر. والـ10% ناجم عن أدوية خاطئة. اللي بنسميه أدوية المفاصل. يعني فولتارين أو ديكلون أو بروفين أو كذا، هدول الأدوية الشعب السوري بياخدوا مثل البونبون، يعني بياخدوها كتير لوجع الراس لأي شيء، بياخدوا هاي المسكنات. وفي المساكين الكبار بالسن اللي فعلا عندهم مشاكل بالمفاصل، مساكين مضطرين ياخدوها، فهدول بدهم ياخدوها بالوقاية تبعها، بياخدوا أدوية معها إضافية بتحمي، بياخدوها بعد الأكل، بياخدوها بنص الأكل حسب ما دكتوره بيشرح له. الـ10% ناجمين عن الأدوية اسمها بالاسم العلمي مضادات الالتهاب غير استيرويدية. نكشف عنها كيف؟ هلا نحن لما ننظر بنشوف القرحة، بدنا نعطي إجباري مضاد للجرثومة لأنه 90%. وبنسأل المريض بالقصة المرضية إذا في أدوية بنقول له تجنبها. سيتامول، وفي دواء ثاني اسمه سيتاكودين، هدول الأدوية مسموحة، ما بتعمل أي ضرر على المعدة. لذلك فينا ناخذهم كبديل بالنسبة للناس اللي مضطرين ياخذوا مسكنات مثل آلام المفاصل وعند الكبار بالسن خاصة. دكتور، عن جديد يمكن انكشف علاج للقرحة، قرحة المعدة. من قبل كانوا يعملوا حمية غذائية فقط، أو كانوا يعملوا وجبات قليلة يقللوا حجم الوجبات ويضلوا عم يأكلوا على مدار النهار، هيك بعرف من ناس مصابة، ولكن اليوم صار إلى علاج. ولكن هل هالعلاج هو شافي تماما أولا؟ ثانيا، هل بيتخلص من التزامه بأنواع محددة من الأكل وبرامج غذائية محددة؟ تمام، عند العلاج قصدي. هلا بمعرفتنا للجرثومة وابتعادنا عن الأدوية اللي بتعمل آلام معدة، ممكن تشفى شفاء نهائي. ممكن تجي مرة ثانية طبعا، لأنه هي جرثومة، يعني تجي من شيء ملوث. وهذا وارد كثير اللي تجينا مرة ثانية، يعني ما بتعمل وقاية مثلا. طب هي جرثومة كيف تنتقل؟ ملوث بشو؟ تم الاكتشاف موجودة لا هلا بدنا نزعج المشاهدين شوي. معني بس هلا هي جرثومة بتروح عن طريق البراز. فالطعام الملوث ببراز المصابين، كيف ذلك؟ يعني شلون؟ هذا شيء يعني شفت انه تضايقتي، لا عرفتي يعني معك، بس انت في بتفوت بالتفاصيل فعلا. مثلا بتلاقي انه مثلا على اساس الم معده هو نفسي، بيطلع في عندك 100 سبب. صح. يعني بالعكس، هي تفاصيل لازم كل الناس تعرفها، بس انا مشان ما قرفون يعني. بس بدنا نحكي، ما في مجال. ولكن ايش طيب يعني كيف يعطينا الطعام الملوث بالبراز؟ هذا عملوا دراسه بكليه الطب عن طلاب الطب، طلع بس 13% بيغسلوا ايدهم بعد ما يطلعوا من التواليت. نعم. ايه يعني طلاب الطب. ايه، فما بعرف بقية الناس شو القصة. فالتعامل مع الأمور باستهتار حتى قبل الكورونا، لنفترض شخص يمكن كورونا هي جبريته على هدول التفاصيل. أيوة، أنا انبسطت فيها صارت فأنا حطيت إيدي هون مثلا. أنا بعرف أنه عادي، ضيفتك بسكوتة، ضيفتيني بسكوتة، باكلها. طب أنا شو عارف بإيدي شو في هون؟ لأنه أنا الجراثيم لا ترى بالعين. إذن النظافة قبل الطعام، تغسيل الإيدين أمر أساسي جدا 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 لتجنب مو بس الجرثومة، في عنا أمراض عديدة من بينات التيفوئيد، التهاب الكبد الحاد اللي إنه نوع A، هدول كمان بينتقلوا عن طريق الطعام الملوث. إذا الطعام الملوث براز مصابين. طيب السؤال سألنا حالنا، اللي بيشتغلوا بالمطابخ بالمطاعم، بنعرف تماما اذا عم يغسلوا ايدهم قبل ما يحضروا لنا الطعام؟ اكيد لا. هلا بالبيت فيني الا لمرتي تضبط الامور بطريقه ما، اذا كانت هي غير ثقافه يعني، بس بالمطعم شو الوضع؟ اصلا ما بعرف شو عم يصير جوا، ما بنعرف. هل يا ترى في حشرات؟ هل ترى في قوارض ممكن تكون تمرق؟ لانه حتى بالدول المتقدمه وجدوا انه في قوارض موجوده كثير بالمطابخ تبع المطاعم. إذا هذا الموضوع حساس جدا، وبده يعني جهود قوية وكبيرة لحتى نقلب الثقافة للطرف الآخر ونفهمه لهذا الشخص انه انتشار الجراثيم عم يساوي امراض، وانت واحد منهم ممكن تنصاب مثل قصة كورونا. يعني هلا كورونا فعلا اجت خضت الناس وغيرتهم شوية تفكيرهم. لازم هذا الموضوع حساس، غسل ايديك قبل ما تشتغل بالاكل، غسل كذا. وهي ابسط مقومات النظافة، يعني هي اقل ما يمكن ان تعمله. تمام، يعني انا حطيت ايدي بمكان، شو عرفني هذا المكان شو وضعه؟ تمام، هي النقطة الحساسة، لأنه أنا جرثيم ما رح أشوفها. إذا غسل إيديك قبل ما تاكل، غسل إيديك. يعني أنا بشوف مثلا الناس كثير بحط، خاصة النسوان مش عنده عيادة، بحطوا شنتيهم بالأرض على الأرض. صح، بعد شوي بتحطها بحضنها،
بعد شوي حطيت ابنه، بعدين حط ايده بتمه، هذا عادي يعني الموضوع. تفاجأت من يومين وانا طالع بدي سكر باب العياده، لقيت واحد عم يفرد الخبز على درج العياده، كان الدنيا مطر. شو بدي اقول له؟ يعني هذا مستحيل غير له عقله. ضليت عم بستناه لخلص نشر الخبز وهي القصه. تلاقيهم على الارض ويفرضون على السيارات، صحيح تمام. هو بالاساس كان بده يفرضوا على الرصيف، حطوا عندي هي بالعكس يعني على الدرج. اشوى ما في رجل ما مشيت هنيك. هي تفاصيل يمكن نحن عم نقول بديهيه، ومع ذلك الناس ما أنا ملتزمه في قديش مهم فعلا النظافه الشخصيه وانعكاسها. يعني اذا الشخص ما بيهمه صحته، مثل ما قلت صحه عيلتك، صحه اولادك، الحفاظ على مجتمعك او عيلتك الصغيره اقل ما يمكن. يعني هي الجرثومه هيليكوباكتر موجوده ببلادنا بحدود 90%. في باوروبا موجوده كمان بس بنسبه اقل. بامريكا بنسبه اكثر شوي، الاوروبيين انظف على ما يبدو. المشكله بس تكون موسوس او نظافه شوي بتلاقي الانتقادات من كل اللي حواليك، يعني لانك بتغسل زياده، معك معقم، بتلاقي دائما منتقد من جميع المحيط. انا قال لي واحد مره روح على الدكتور النفسي خليه يعالجك من الوسواس. يعني قلت له بس اذا سمحت معلش يكون بيني وبينك شويه بعد، لان عم يحاكيني لازق وشه بوشي. قام قال لي روح على دكتور نفسي مشان يعالجك من الوسواس. دكتور، كثير مننا هلا صار السوشيال ميديا هو شغله الشاغل، ودائما في كثير تجار، ان كانت تجار اعشاب او ادويه، بينزلوا ادويه وبيصيروا يروجوا لها بطريقه ما، وخاصه يمكن خلينا نحكي بموضوع الاعشاب. اليوم قديش نحن لامراض المعده، ان كانت قرحه، ان كان ثقب، او ان كان نزيف، او الامراض الباقيه، فينا نتعالج نحن بالاعشاب؟ هلا زمان قبل ما يكون في تطور علمي كانت الناس تعتمد كثير على الاعشاب، وحتى يقولوا سحر. صح. هي 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 بتجي للجهله، يعني جاهل بالموضوع. يعني انا لما ما سمعان بالهيليكوباكتر او لسه مو مكتشف الهيليكوباكتر، طبيعي بدي الجا لاشياء اخرى. عادي يعني في ناس بيضربوا المريض مشان يطلعوا الجني منه. كانت موجوده هي. صحيح. زمان يمكن لا موجوده. فنحن بالتطور العلمي صرنا نعرف انه في كثير من الاساطير هاي انهارت. العشبه مو سيئه اذا شربت زهورات مثلا، هي مسكن اني مثلا، ممكن خفف شوي منها. بس مثل ما قلتي كلمه انه في تجار لهذا الموضوع. صحيح. يعني انت ممكن تتوقعي من وراء الزنجبيل صار في ثروات عظيمه، من وراء الحجامه صار في ثروات بالملايين بهديك الايام. فهذا كله بالاساس ما له علم وما له علاقه بالعلم ابدا. فهلا في ناس بالنسبه للحجامه اذا بدها تزعل مني تنزعج، بس انا ما بيهمني تنزعج ولا لا، بقدر ما بيهمني انه توعى وتعرف انه ما بيعالج اي شيء. هي طريقه قديمه كانت موجوده من زمان، لم يثبتها لا علم ولا دين. كمان اهم شيء بالموضوع، لانه هن الاساطير اكثر شيء بتفوت عن طريق الدين، مع احترامنا للدين. باسم الدين بتفوت الامور الثانيه، اصلا نحن مشاكل بلدنا كلها كانت باسم الدين، خلوها لله، هلا نفوت بموضوع ثاني ما بدنا نفوت. فلذلك انه موضوع الاعشاب خلينا ننتبه، لانه في علاج موجود بالصيدليات. صحيح. ناخذ هذا العلاج، واذا انا عجزت او حبيت اشرب كاسه زهورات بس مو بس. يمكن الدكتور الاهم من هذا كله لازم دائما التوجه للطبيب، استشارة الطبيب. يعني لما نشعر بألم ما تكون الجارة هي الطبيب أو أمك، لأنه حتى الأمهات بتلاقي الالتهاب أو السيتامول بالشنطة موجودين بكل الأوقات. والفيس تماما والفيس، فيجب عند الشعور بأي ألم توجه واستشارة الطبيب. إنهم بيلجأوا أحيانا، قطعت لك حديثك أنا آسف، بيلجأوا مشان يوفروا تكاليف. صحيح. الصيدلي أو الصديق بيعطي دواء واحد، الدكتور بيعطي 4-5 أدوية، ثم بده يدفع معاينة. أكيد. بس احيانا شغله صغيره ممكن توقي من امور عديده. صحيح. حديثنا بيطول بس وقتنا خلص. نتشكرك الدكتور فهمي المبيض، اخصائي هضميه، على وجودك معنا. ويمكن مثل ما قلنا اهميه هو انتهاء الموضوع على خير باي مرض هو استشاره الطبيب. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا كثير لك دكتور، يسعد صباحك ونهارك سعيد.